صباح الخير للجميع. اليوم 30 أيار، يعني لسه كوكب عطارد لسه فارن الأوراق متراجعاً في برج الجوزاء. ننتبه على كلماتنا، ممكن تكون عفوية أكثر مما يجب، أو ممكن تعمل هيك مضايقات عند الآخرين. كل ما يتعلق بالأوراق بالسفر بالمستندات ممكن يعمل شوية مضايقات بهاي الفترات، تأجيل أو عرقلة. طبعاً دائماً بتراجع عطارد أنا بحذر من أموركم، موبايلاتكم، الكهرباء، القصص اللي لها علاقة بالأجهزة الكهربائية، هي كل قصص لازم ننتبه لها بالتراجع. طبعاً إضافة إلى وجود الزهرة في برج الجوزاء لآخر يوم تقريباً ابتداء من بكرة، بعد بكرة رح تدخل على برج السرطان. طبعاً المشتري ما زال متقدماً من هو كوكب الحظوظ، سعيدة ما زال متقدماً في برج الحوت. أول أخباري العزيز ده مولود برج الحمل اللي غالباً يوم فيه اجتماعيات، يوم أفضل بكتير من كم يوم اللي راحوا، على الأقل فيه أجواء مفرحة، ممكن يكون علاقات قديمة تستعيدها مولود برج الحمل، أو نوع من أنواع جذب العيون لألك. اليوم أنت مركز للمحبة يعني بالمجمل، أو في أفراح أو وعود، في جهود عم تنبذل جيداً، يعني يوم إيجابي للسفر للاختلاط للتجارة، كل واحد حسب وضعه. ابتعد عن العصبية والقرارات الارتجالية مولود برج الثور. باعتبارك معصب اليوم فممكن يكون تصرف حابب تعمله، كلمة حابب تقولها، بس الأمور بالنسبة لك شوي فيها حساسية فعلياً، أو أنت أصلاً من محبين الكمال واليوم الكمال غير موجود حواليك، ما كتير مرتاح. صدامات بالعمل، نوع من أنواع الاعتذارات أو الاعتراف بالأخطاء. طبعاً أنت آخر واحد في الحياة مولود برج الثور، ممكن يقول أنا غلطت أنا آسف مثلاً، هاي القصة ما بيعرفها مولود برج الثور، بس لا يمنع أنه اليوم بالذات يكون في قلق أو اتهامات من غيرك. اليوم الأمور جيدة للعذراء للجوزاء، عم بيقدم اعتذارات، عم بيتراجع عن قرارات، عم بيوصل لهدفه، يمكن يكون في تغيير أو أخبار إيجابية أو نوع من أنواع الغفران والمحبة. أحد الأيام الإيجابية لمولود برج الجوزاء ممكن يحل بعض القضايا اللي كانت معلقة. مولود برج السرطان اليوم الأمور كمان لك جيدة، على الأقل أفضل من اليومين ثلاثة الماضوا. اليوم ممكن يكون في شيء له علاقة بمصلحتك، محبة من المحيط، ممكن أصدقائك اليوم عم بيسهلوا لك الحلول، قصص مالية اليوم إيجابية، تشجيع أو نصائح، أو في قصص هيك ممكن حقائق تعرفها وتنبسط عليها، أو شغلة هيك تسمعها وتنبسط عليها. أنا بقول اليوم يوم جيد بالمجمل لمولود برج السرطان. مولود برج الأسد أنت اللي متضايق، ما بعرف عندك نوع من أنواع التأجيل التأخير، قصص عائلية أو شخصية شوي عاملت لك مضايقات. هلا صراعات، يمكن كلمة مني كلمة منك تقلب بمشكلة، بدك تهدى اليوم، ما تكون سريع الغضب لتمر الأمور بسلام، خاصة أنه في إهمال اليوم حواليك، بقى إهمال من موظفينك، إهمال منك بتأخر بالفئة، يعني بتصير على كل، أنه مولود برج الأسد اختصاص تأخر عموماً بالفئة يعني عن وقته العادي، فكأنه اليوم في تأجيل أو حساسية. مولود برج العذراء اليوم حدد هدفك ولا تروح نشاطاتك بأشياء ما بتلزمك. يوم فيه شغل كتير، مدايم عن غيرك، عم تركض ما بتلحق، نومي الظهر مو كتير تمام، وهاليومين الحقيقة في شيء صحي شوي قلقك، يعني الأمور الصحية لا تعتبر كتير الأريح، هي تشنج بالمعدة، هي شيء بالكولون، يعني هي أمراضك بالمجمل المعتادة، كأنك تعمل كثيراً. واليوم مزاجك جاي على إف، جاي على مالي خلق، جاي على ماني مرتاح، يعني الأمور أخذ هذا الطابع. مولود برج الميزان اليوم الأمور لألك إيجابية، وخاصة الاجتماعات أو لقاءات أو حكي أو ذكاء أو يعني وعود متنوعة، حججك منطقية والأجواء مشجعة، ومبسوط بالمجمل أو مرتاح بالحدود الدنيا. صحيح الآن شوي على قصص صحية تخصه أو تخص أحد أفراد العائلة، بس لا الأمور كمان بالنسبة لألك ما نسيئة. حاول تكون أهدأ مولود برج العقرب لأنك اليوم متوتر، وخذ مني نصيحة، هاليومين بالذات لا تأخذ قرارات، يعني بدي أترك، بدي أشتغل، بدي كذا، ما تأخذ هاي النوع من أنواع القرارات المهمة عم بحكي أو الحاسمة، خاصة بأمور عواطفك يعني أو مشاعرك أو أمور العائلة، هاي الأشياء بالذات لا تأخذ فيها قرارات لأنه ممكن تكون عصبي
ممكن ما في حدا عم يشكرك اليوم، ممكن عم بتعاني شوي مولود برج العقرب من إهمال، هل أي قصص عم تخليك بالأصل مشوش أو قراراتك ما أنا كتير بمكانة؟ مولود برج القوس اليوم حركة، نشاط، علاقات عامة، تواصل مع محيطك بشكل إيجابي. اليوم استمتع بمن حولك لأنه غالباً في لقاءات ممكن تكون مميزة أو في قصص ممكن تكون إيجابية. أحد الأيام اللي فيها هيك رياضة يمكن نازل عسوق داخل على مؤسسة حكومية، مولود برج القوس ويوم جيد. مولود برج الجدي غالباً عم تراجع حساباتك، وغالباً الأمور المالية ما كتير زابطة معك، وخاصة خلال الشهر القادم. يعني أنا نصيحتي لألك مولود برج الجدي تدخر مال، لأنه وارد أنه يكون في نوع من أنواع الأعطال المفاجئة أو الصرف الإضافي طبعاً بسبب تراجع عطارد في برج الجوزاء. كل شيء كهربائي، كل شيء له علاقة بالموبايلات، ممكن يكون له علاقة ببعض الأعطال أو وقع لا سمح الله من إيدي، مع أنه الجدي من أحرص الأبراج على ممتلكاته، بس يعني بتصير على كل الأحوال. أنا أقولي عم تتعثر ظروفك المالية بالفترات القادمة، أو أغلب صرفك سببه عطل أكثر ما يكون سببه رفاهية. مولود برج الدلو اليوم فايق بكير وعم بيقدر يرتب أموره بشكل إيجابي وجيد. أحد الأيام الجيدة لترتب أمورك بحياة اجتماعية مناسبة، أو لتحتفظ بمن تحب، أو لتحسن أمورك. ما بعرف، أوقات مميزة عم بيعيشها الدلو. تقبل دعوة، تحل مشكلة، تتلقى تعليقات على شكلك، حليان، نحفان، سمنان، يعني هاي القصص. ويمكن أنت كمان عم بتفكر أنك تشتري ثياب اليوم، أو عم تعمل هيك شيء قصة العلاقة بأنه في دفى أو في حرارة عند مولود برج الدلو. اليوم عم يدخل بصدامات عزيزنا مولود برج الحوت، يوم للنميمة بامتياز، أو للحساسية، أو للغيرة، أو لضيقة الخلق، أو هاي القصص اللي أحياناً بتكون العلاقة بفقدان الطاقة، مالي كتير خلاق، يعني في شيء من هذا القبيل بالمجمل لمولود برج الحوت. خليني عايد مولود 30 أيار، شديد التقلب، شديد المزاجية، كل يوم بقرار وكل ساعة بحال، بس بالمجمل هو حدا حنون مشرق، فيه دائماً براءة طفولة، متسرع بقراراته وبيندم على تسرعه، بس ما بيتسرع بالأشياء الأساسية. الأشياء الأساسية بده يتزوج، بده يبيع، بده يشتري، لا هي بياخد وقته فيها وبياخد قراراته ببطء وبلطف، وبيعملها بصبر وبحكمة وبيستشير. لكن القرارات المتسرعة هي تبعت سافرت، تركت، هجرت، يعني هاي الأشياء المعتادة بياخدها شوي بتسرع، وهي القصة اللي أنا بنصحك إنك تخففها قدر المستطاع. محب أكثر من بقية برج الجوزاء لبيته عموماً، بيعرف إمتى يوقف ركض ليرتب أموره، لا يحب الشجارات ويحب الاجتماعيات. السنة أنا بعتبرها السنة الأفضل بالنسبة له، لكن المشكلة مو هالشهرين أبداً، يعني هالشهرين في نوع من أنواع التعب يمكن. مر من الثامن وما بعد لكل الجوزائيين عندهم نوع من أنواع التغييرات الإيجابية، وأنا برأيي أنه الجوزاء بالمجمل ومولود 30 حيختم سنته بالمجمل بأفضل مما بدأ. يسعد أوقاتك يا أريج، عم تسألني وين أريج؟ كنت مركزي عليها أريج. ما بعرف إذا أنت بكالوريا أريج، بس أنا برأيي أنه حظوظك مساعدة جداً والأمور جيدة لقلك هذا العام، وعام للتغيير بامتياز، يعني سنة حلوة. جولي عم تسألني كمان بكالوريا، جولي لا توصلي للثامن، هالشهرين أفضل حظاً من الثامن، بس أنت شطورة، وأنا برأيي إذا مصممة على أنك تنجحي وتبيضي وشك ووش أهلك، فأنا أعتقد أنه النتائج رح تكون إيجابية. ميلاد أحمد بدرو عم بيصبح علينا. ميلاد، في شيء بدي بارك لك فيه إذا أراد رب العالمين، في شيء بدي بارك لك فيه هذا العام، يعني شيء مختلف عن السنتين الماضيات، في عندك شيء إيجابي، فما بعرف إذا القصة قصة مثلاً عقار، قصة ارتباط، قصة سفر، كل واحد حسب وضعه، بس الأمور جيدة. إيمان عم تسألني عن أمورها، هلأ ما عندك شيء سيء صحياً وهذا اللي بهمك إيمان، مع أنه هالعشرين يوم لسه في نوع من أنواع الإرباك، بس أنت محمية هذا العام، يعني ما في شيء أساسي سيء ولو تلبكنا شوي صحياً. ما بعرف إذا حتولدي يعني مثلاً سابع ثامن، لأنه الحظوظ رح تكون قصوى بهي الفترات. بدر عم بيقول لي مواليده 8 9. بدر يعني
مو كتير كتير الحظوظ مساعدة، اللي رح يساعدك هو بذلك للجهود. وأنا برأيي إنك شطور يا بدر، مانك يعني حدا بيبذل جهد، مانو حدا هيك بيدرس وخلص إنه أنا قريت. فإن شاء الله تطلع يعني جهودك فيها إنجاز، لأنه أعتقد إنه أمورك كتير علاقة بالجهد هذا العام أكثر من الحظ، خاصة على الأقل الشهر القادم. ما بعرف إمتى ممكن تطلع النتائج. قصدي محمد 48، يسعد أوقاتك يا محمد. والله كل شيء بالنسبة لك إيجابي، ولكن مو هالشهرين. هالشهرين أنا ما بشوفهم كتير الأريح، أو على الأقل الشهر القادم. هلأ السابع أريح تكة، الثامن أريح تكة، وبعدين بتبقى بتبلش السنة هيك بإيجابية. الأمور بالنسبة لك ما نسيئة هذا العام، الأفضل للعمل أو لقصص العلاقة بارتباط. أنا محمد مرتبط. هو محمد نفسه طلع مرتبط. محمد يلا موفق يا رب يا محمد. شو برجي؟ أنا محمد سعيد. برجك هو برج الدلو يا محمد سعيد، وبرج الحصان الصيني. يعني أنت قائد بمحيطك، بتحكي كتير، كريم كتير، روح قلبك حدا يقعد على صفرك، وإذا قدرت تطعميه بإيدك ما بتقول لا. حدا هيك مستعرض، خليني أقول لك كرمه أكثر ما يكون كريم حقيقة. طبعا كريم، بس سنة جيدة جدا بالنسبة لك. خذ مني نصيحة، حط ببالك هدف واشتغل عليه. يعني أنت شخص تارك الأمور على البركة، هو الزمن صار صعب، مو أنت صح، بس هو الزمن صار صعب، ما عادت الأمور تنترك كتير على البركة. نور، ما بعرف إذا شاب ولا صبية، بس 90. نور ليس قبل التاسع على كل أحوال، الثامن، يعني أواخر الصيف لتبلشي بقى أو تبلش سنة تغييرية فيها نوع من أنواع التغييرات باتجاه الأفضل. كسنة بمجملة أنا بعتبرها جيدة، بس هالشهرين ما نور كثير الأريح. إن شاء الله الأمور مريحة للجميع. تحملونا بقى على تراجع عطارد، وانتبهوا على أموركم مثل ما قلنا، الكهربائية أو الموبايلات. يسعد أوقاتكم وتضلوا بخير. وتضلي بخير. شكرا.